السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الخلية، الخلية رقم واحد، ترون العاسلة فوق الصندوق الذي فوق ليس عاسلة، وإنما الصندوق فارغ لحماية الغذايا. الآن سأرفع هذه الغذايا وأرفع الصندوق. وهذه المرحلة الأخيرة، وضعت هذه العوازل هنا بالترتيب، ثم لفيته أو غطيته بالنايلون. الآن أضع هذا الغطاء المعدني فوقه، ثم أضع هذا الحجر. الآن انتهيت من هذه الخلية. طبعا الخلية لها ما يكفيها من المخزون من المحلول السكري، تقريبا 14 كيلو، وهذا المحلول السكري يكفي لأربعة أو خمسة أشهر لهذه الخلية. الجو بارد، درجة الحرارة يمكن درجتان أو ثلاث فوق الصفر، لكن غالبا في الليل درجة الحرارة تحت الصفر. الآن الجو بارد، وفي الربيع سنرجع ونكشف عن هذه الخلايا ونرى مدى احتياج هذه الخلايا إلى سكر إضافي أو إلى تغذية إضافية. لكن بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع سنعالج الفاروان.